اعتقد تعادل بتعمل الخساره بتعمل هزيمه. ادي كوفاتشيتش لعبها بقى حلوه حلوه جوناثان. هل يظبط جوناثان؟ هل عنده رؤيه؟ وادي روكي اخيرا اخيرا روكي صاحب ال 35 سنه الثالثه ثابته. روكي امامنا هو القادم من لاتسيو سجل في اتلانتا لكن وقتها خسر الانتر. يسجل هدف ايه؟ هدف اعاده الروح في الدقيقة 81. روكي أخيرا نادي الإنتر بالتخصص أمام فريق نادي بارما. توماتسو روكي يسجل في هذه المباراة بعد محاولتين على المرمى يسجل هدف اللقاء الوحيد من عرضية من جوناثان من هجمة وبناء هجومي تم. وادي أمامنا هنا ماسي موراتي ينظر إلى الوقت ينظر إلى الساعة ينظر إلى مستقبل الإنتر. جوناثان أمامنا. يا سلام يا روكي يا سلام روكي. روكي اللي تركوه فريق نادي طبعا فريقه السابق نادي لاتسيو. ادي امامنا كره روكي والكره يعني حبه تروح حبه تدخل في المرمى لان فابيانو سانتا كروتشي في اللقطه الماضيه هي. ادي الكره من جوناثان الى روكي وروكي يسدد وتغير.